أحبائي مشاهدي قناة سيسات في كل مكان، سلام المسيح معكم جميعا وحلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجنا حكايتي في ترنيمتي. زي ما احنا عارفين ومتعودين في فترة الخمسين المقدسة واخدين أحد هذه الفترة، زي ما عرفنا أحد الصوم المقدس لازم نعرف أيضا أحد الخمسين المقدسة. أحد الصوم المقدس الاستعداد والكنوز والتجربة والابن الضال والسامرية والمخلع والتناصير وأحد الشعنين ثم القيامة. أحد الخمسين المقدسة، أحد القيامة، أحد توما الإيمان، أحد الخبز الشبع، أحد السامرية الماء والارتواء، أحد النور الاستنارة، أحد الطريق طريق الخلاص، أحد الفرح الرفيق، ثقوا أنا قد غلبت العالم، وأخيرا اللي احنا هنحتفل بيه النهاردة ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، هو أحد حلول الروح القدس أو عيد العنصرة أو الخمسين أو البانتيكوستي، فرحتنا بحلول الروح القدس وقوته فينا. حلقتنا النهاردة هي آخر أحد الخمسين المقدسة لهذه السنة، هو الأحد السابع، وعيد العنصرة أو البانتيكوستي واللي معناه الخمسين هو عيد الفرحة. ليه؟ علشان الروح القدس هيعمل فينا بقوته اللي ربنا أعطاها لنا في هذا اليوم. هنبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين بآية من الكتاب المقدس من إنجيل معلمنا يوحنا البشير الإصحاح 15 والآية 26، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق هو يشهد لي، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. أحبائي، الروح القدس هو الذي سيشهد للمسيح من خلال تلاميذه أمام العالم أجمع بما سوف يقولونه أو يصنعونه من معجزات مصدرها الروح القدس، وهي أمور تسعد وتقوي الخدام في كل زمان وكل مكان عندما يلمسون قوة عمل الروح القدس في كنيسة الله. سأرسله وينبثق، وده الكلمتين دول توضح تناسق وانسجام عمل الأخانيم الثلاثة مع بعضهما البعض. فكلمة سأرسله دي بتبرز لاهوت السيد المسيح وسلطانه المساوي للآب والروح القدس، وتبرز أيضا أن إرسال الروح القدس المستقبلي يتوقف أولا على ما سيقدمه المسيح من فداء على عود الصليب. وكلمة ينبثق فتفيد الخروج المستمر من الداخل دون انفصال، زي ما بنقول بالضبط تنبثق الحرارة من النار ولكنها لا تفارقها، فالابن في تجسده لم يفارق الآب، والروح القدس في انبثاقه لم يفارق لا الآب ولا الابن. أحبائي، السيد المسيح تحدث كثيرا مع تلاميذه عن رفض العالم واضطهاده لهم، وسبب الحديث علشان لا يضعف إيمانهم بل يتشددوا بتعزية الروح القدس. قال لهم سيخرجونكم من المجامع. طبعا في الفترة دي كان الخروج خارج المجمع هو أشد عقوبة تأتي على الإنسان اليهودي، وتمثل عارا أدبيا واجتماعيا، والأكثر أنهم سيتعرضون للقتل في الآخر، لأن أغلبية يعني الخروج من المجمع كان بيعقبه القتل. من مين؟ من هؤلاء المتشددين، والدافع لهؤلاء هو غيرتهم الخاطئة على الله والناموس، ده اللي احنا شفناه وعاشه بالضبط استفانوس. استفانوس كان شماس وخادم جميل جدا في هذا الوقت، ولكن هم كانوا فاكرين ان هم بقتلهم ده بينفذوا تعليم الله. كان مين اللي بيحرز ملابس اللي بيقتلوه؟ هو شاول الطرسوسي اللي اصبح اعظم مبشر ومعلم، هو القديس بولس الرسول. لكن السبب الرئيسي لهذا الاضطهاد والقتل هو رفضهم المسيح والاب. بيقول لهم افتكروا كويس كلامي، علشان لما هيحصل كل ده ساعتها تفتكروا اني قلته ليكم قبل كده. وبيعرفهم انه الان
بدأت أحداث وتدابير الفداء بعد أكل الفصح وذهاب يهوذا للرؤساء والكهنة عشان يتفق معهم على القبض على المسيح. وبيكمل لهم كلامه إنه ماضي إلى الذي أرسلني، بمعنى إنه صاعد إلى الآب، ولكن الأول مرورا بالصليب ثم القيامة وإعلانها. طبعا التلاميذ في الوقت ده اختموا وحزنوا جدا، والحزن ملأ قلوبهم بسبب حديث السيد المسيح عن الاضطهاد ومفارقته لهم، وانشغلوا بمصيرهم بعده، هيعملوا ايه بعديه؟ علشان كده السيد المسيح تعجب وقال لهم ايه ده؟ ليس احد منكم يسألني، يعني ما فيش حد سألني انا رايح فين؟ لما لقاهم حزنوا بسبب هذا الكلام، اراد ان هو ينقلهم بقى نقلة بتحمل تعزيات خاصة وترتفع بيهم فوق مستوى الحزن اللي جواهم. رجع علشان يكشف ليهم سر من أسرار التدبير وعمل الروح القدس، فجعل السيد المسيح من انطلاقه مصدرا للفرح والسعادة، عابرا بهم من الرؤية الحسية الجسدية إلى الرؤية السمائية. فقد يفقدوه بالرؤية العينية، يعني هو ممكن دلوقتي ما يشوفوش بالعيان، لكن السيد المسيح هيقدم لهم الروح المعزي، الروح المفرح، على انه وضع افضل لهم وللكنيسة. فتجسد الابن له مهمة زمنية تنتهي باتمام الفداء. الابن عمل اللي المفروض هيعمله على الارض خلاص، لكن في وضع تاني الروح القدس هيتعهد ويرعى الكرازة والكنيسة الى انقضاء الدهر. واستخدم السيد المسيح صفة المعزي كأحد صفات الروح القدس. طيب تعالوا نعرف بقى عمل الروح القدس من خلال هذه الآيات. ومتى جاء ذاك هيعمل ايه بقى؟ يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. رقم واحد، يبكت على خطية. فأحد أعمال الروح القدس هو التوبيخ بقصد الدفاع والدفع إلى التوبة. ومهما تعددت الخطايا فالروح القدس عمله في حياة أولاد الله هو كشف الخطية بداخلهم ثم حثهم على التوبة والإيمان بالمسيح، لأن بدون الروح القدس لا يمكن الإيمان بالمسيح. تاني حاجة، يبكت على بر. والبر هنا معناها السيد المسيح نفسه، لأنه هو البر، هو شمس البر الذي رفضوه اليهود. المسيح الذي رفضوه اليهود هو يبكتهم على رفضهم للمسيح. الروح القدس هيبكتهم على رفضهم للمسيح. فعندما جاء السيد المسيح وهو أملهم الوحيد في الخلاص والبراءة من الموت، حصل إيه؟ صلبوه. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. فهو يبكتهم على التقصير والنمو في الفضائل. ثالث حاجة، يبكتهم على دينونة. الروح القدس يبكت على دينونة، أي أن الروح القدس يشهد ويدين العالم ورئيسه الشيطان على محاكمة السيد المسيح. فما بدأ في ظاهره نصرة الشيطان، طبعا الشيطان لما المسيح اتصلب افتكر أنه هو انتصر عليه، ده معناه أنه هو فرح أنه هو اتخلص من المسيح. لكن بعد كده الروح القدس صار دينونة للشيطان والعالم الشرير بسبب التعب النفسي الذي كان يمر به التلاميذ في ذلك الوقت. فلم يخبرهم المسيح بكل شيء، بل أعطاهم بقدر احتمالهم، وهذا هو عدل الله. يبقى عمل الروح القدس بيبكت على خطية، يبكت على بر، يبكت على دينونة. قلنا بسبب التعب النفسي التلاميذ مروا به في ذلك الوقت، السيد المسيح ما قال لهمش على كل شيء، لكن قال لهم وعطاهم الاحتمال. وده عدل ربنا، ان ربنا لا يعطي انسان فوق قدر احتماله. ولكن في المستقبل القريب بقى، وبعد حلول الروح القدس وازدياد معرفتهم بالامور الروحية، هيحصل ايه؟ سيتولى الروح القدس القيادة والارشاد واستكمال التعليم. الروح القدس هيتولى القيادة والإرشاد واستكمال التعليم. لذلك أشار السيد المسيح إلى أقنومية الروح القدس وعلاقته بالآب، فهو روح الله. الروح القدس هو روح الله
الذي يأخذ منه ويخبر التلاميذ بالأمور اللي جاية في المستقبل، أي كل ما يتعلق بملكوت الله. علشان كده قال ذاك يمجدني، الروح القدس ذاك يمجدني. السيد المسيح بيتكلم عن الروح القدس، أي إظهار مجد المسيح في الكنيسة وقلوب التلاميذ وكل المؤمنين. وهيعمل إيه تاني؟ يأخذ مما لي ويعمل إيه؟ ويعطيكم. أي حتى بعد صعوده واختفائه الجسدي عنهم، يعني السيد المسيح أول ما يصعد من أمامهم ويطلع السماء، الروح القدس هيعمل إيه؟ هو وسيلة إبلاغ قصد المسيح وفكره وإرشاده وتعليمه لهم ولنا جميعا إلى انقضاء الدهر. كل ما للآب هو لي، المساواة الكاملة بين الآب والابن. ولأن الآب والابن والروح القدس جوهر واحد، فسوف يقوم الروح القدس بأخذ ما يريد المسيح توصيله لنا، ويقوم هو بتسليمه لكنيسته عبر مر الأزمان. تعالوا بقى نعرف هنا وظائف الروح القدس من خلال هذا الإصحاح. الروح القدس وظائفه، عمل الروح القدس شيء ووظائفه شيء تاني، يعني يبكت العالم، هيرشد الجميع إلى الحق، يمجد الإبن، بعدين يبلغ الكنيسة قصد وفكر الآب. تعالوا نعرفها كده بالآيات. يبكت العالم دي هنلاقيها في إصحاح 16 آية 8، يرشد الجميع إلى الحق إصحاح 16 وآية 13، يمجد الإبن آية 14، ويبلغ الكنيسة قصد وفكر الآب والإبن آية 14. تعالوا أحبائي نصلي مع بعض هذه الصلاة بعنوان يا أيها الكرمة الحقيقية. محبوبي العجيب، اكشف لي عن حبك الفائق، غرستني كما في جنة إلهية وسيكت حولي بحبك، وترقبت لعلي أقدم لك ثمرا يفرح قلبك، وإذ أخرجت عنبا رضيا لم تهملني، اقتلعتني من فسادي وأطعمتني فيك يا أيها الكرمة الحقيقية. أحمل ثمر روحك القدوس عنب الحب والفرح، أحمل طعم عذوبتك ورائحتك الزاكية، بدونك لا أصلح إلا للمزبلة والنار. ليجري حبك في عروقي إذ أنا غصن حي فيك وبك، فيصير فرحك بي كاملا وفرحي بك كاملا. أحبك فأتعرف على أسرارك وإرادتك، أحبك فأبذل نفسي من أجل إخوتك الأصاغر، أحبك وإن كانت تكلفته بغض العالم لي، إني غصن فيك يا أيتها الكرمة الإلهية. العالم لا يطيقك فلا يطيقني، العالم لا يحتمل صوتك فلا يقبل كلماتك التي على لساني. من يثبتني فيك فلا أقتلع منك، من يهتم بي إلا أباك الكرام العجيب، من يحوط حولي ويعمل فيا إلا روحك القدوس المعزي. لك المجد أيها الثالوث الكلي الحب. أحبائي تعالوا نراجع مع بعض آية حلقتنا النهاردة من إنجيل يوحنا 15 وآية 26. متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. تعالوا نختم حلقتنا بلحن كنسي جميل وعميق، لحن آسومين توكيريو، فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد. الكنيسة بتقوله بكذا لغة، بتقوله قبطي ويوناني وعربي وإنجليش فرنش وجيرمن. عارفين ليه؟ أقول لكم ليه.
علشان الروح القدس لما حل على التلاميذ طفقوا ينطقون ويتكلمون بجميع لغات العالم. علشان كده الكنيسة بتعلمنا ان احنا بكل لغات العالم نسبح الرب لانه بالمجد قد تمجد. تعالوا نسمع ونشوف هذا اللحن العظيم من فريق جميل جدا كلنا بنحبه وهو فريق شباب الأنبرويس. وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وإلى اللقاء. Hallelujah.